أمر شاكل عادة بداية صباحنا لازم تكون كلها نجاح وتميز، وأكيد ضمن صباحاتنا دائما بنحاول نضوي على المشاريع الناجحة بامتيازة. ومشروعنا لليوم هو مشروع الفلكي الصغير يلي له سنين عم يساهم بنشر العلم وتحقيق الأهداف يلي عم تسعى إلى الجمعية الفلكية السورية، وهي أكيد على طول بتحاول تزرع بذور محبة علوم الفضاء و الفلك عند الأطفال السوريين وبعقولهم أيضا، وكل هذا الشيء من خلال نشاطات وفعاليات مختلفة. أكيد عفاف، مثل ما قلتي هذا المشروع جدا مهم وجدا جميل وهادف. أدي حلو اليوم نحن أطفالنا يتعلموا علوم الفضاء والفلك بطريقة كتير سهلة بعيدا عن التلقين. أدي حلو اليوم أنه هن يفكروا مثل ما بنقول خارج الصندوق، يعيشوا ضمن خيالهم، يتعرفوا على مساحات الفضاء، على رواد صحيح. الفضاء، على تاريخ النجوم والكواكب. صحيح رشا، لحتى نحكي عن هذا الموضوع أكثر ونضوي على هذا المشروع من خلال ضيفتنا هي اللي صارت معنا بالاستوديو اليوم، رح نحكي شو هو الجديد بهذا المشروع، مشروع الفلكي الصغير ونشاطاته الحالية. معنا السيدة تركية جبور وهي عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية ومديرة مشروع الفلكي الصغير بسوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير عفاف، صباح الخير يا شاي، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية يعطيكم ألف عافية، الله يعافيكم يا رب، الجهود ولكل شيء عم تقدموه ضمن هذا المشروع الجميل مثل ما قلنا الهادف. خلينا بداية نرجع نحكي عن هذا المشروع بشكل أوضح. هلأ مشروع الفلكي الصغير هو مشروع موجود من أول ما تأسست الجمعية الفلكية السورية. تأسست الجمعية الفلكية السورية 31/8/2005، فمن أهداف الجمعية كان الوصول للأطفال، تعليم الأطفال علوم الفضاء والفلك على أسس ومناهج هذا العلم. يعني في كتير عالم للأسف بس نقول علوم فضاء وفلك أو علوم فلك دغري بيقولوا لنا أنا شو برجي، أنا شو بده يصير معي، أنا بيعطونا كفهم حتى نقرأ لهم إياه. لا يا جماعة، وقفوا شوي، علوم الفضاء والفلك هو علم مثل التاريخ، مثل الجغرافيا، مثل الرياضيات، قائم على مجموعة من العلوم، بيعتمد على الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، فهو كتير بعيد عن التنجيم والأبراج. التنجيم والأبراج هي عبارة عن تسلية حلوة وكسبة ظريفة، نحن للأسف بحاجة للأمل، أحياناً كتير عالم بيصدقوها. فالأساس بهذا المشروع هو تعليم الأطفال الخطوات الصحيحة. تأسست الجمعية، بلش المشروع مع تأسيس الجمعية، حاولنا نركز بكل النشاطات اللي بتعملها الجمعية إنه يكون في للأطفال جزء وحصة من هاي النشاطات. تعاوننا مع عدد من المراكز كتير كبير، مع عدد من المدارس، كان في عنا القبة الفلكية، قبة فلكية متنقلة بناخدها بنحطها بالمدارس ونحكي لهم عن السماء، انه نحن بهاي القبة كيف بنشوف السماء بالليل، نفس المنظر اللي نحن بنشوفه بنشوفه بالقبة الفلكية. نحكي لهم عن التجمعات النجمية، انه صحيح الأبراج اللي بيحكوا عليها هي موجودة بالسماء لكن هي ما بتأثر على حياتنا، هي عبارة عن نجوم ربطوا بينها بخطوط وهمية وتخيلوها على شكل أبراج وبلشوا يحكوا لكل واحد فينا أنه أنت بده يصير معك هيك وأنت بده يصير معك هيك. نحكي لهم عن هاي النجوم، أنه أسماء هاي النجوم 75% من هاي النجوم أسماء عربية. هلأ نحن للأسف كتير مثلا هداك اليوم طالع واحد بالسيرفيس بيقول له بليز مسيو نزلني على اليمين، يعني جمع ثلاث لغات بجملة واحدة. نحن للأسف صرنا حاليا ما عم نركز على أصالة اللغة العربية، ما عم نركز على هاي اللغة الكتير مهمة اللي كانت بفترة من الفترات هي لغة العلم بفترة الدولة العباسية. فنحن هلأ بهاي الفترة عم نحاول نعلم الأطفال تاريخنا من خلال النجوم، من خلال شو في عنا ارتباطات علم الفلك بالأرض، الأشياء اللي نحن ممكن نحافظ عليها بهذا الكوكب الجميل. كيف اليوم عم يتم انتساب الأطفال للجمعية؟ عم يتم اختيارهم حسب هنن بيكون عندهم قدرات أو اطلاعهم لبعض المعلومات أو بيكون عندهم تطورات مسبقة لحتى يتم انتسابهم للجمعية، ولا بينتسب الطفل وبعدين أنتوا بتطوروا هاي المعلومات عنده؟ هلأ في كتير أهالي هن بيحبوا علم الفلك بيجيبوا ابنهم بيقولون أنا بدي ابني يتعلم فلك. هاي أحياناً هاي القصة ما كتير بتنجح لأنه الطفل بيكون في له ميول تانية. نحكي عن هدول الأهالي اللي بيخلوا أولادهم يروحوا لهون ولهون غصباً عنهم بعد شوي، هيك بدي أشتغل، أنا بحب الفلك، جبت ابني حطيته عندكم بدي أعلمه، بغض النظر إنه الولد شو بيحب. لا نحن شو بنعمل؟ بنعلن عن نشاطات، مثلاً بفترة الكورونا وفترة الحجر ومشكورة الإخبارية السورية كتير وقت ضوت على الموضوع، نحن قاعدين بالبيوت ما عم نعمل شيء، فكانت الفكرة إنه نحن بنعمل جروبات تعليم أونلاين، فعملناها عبر الواتساب لحتى نستفيد نحن من هذا التطبيق. في كتير أمهات بيعطوا
يعطوا ابنه الموبايل روح تسلق روح العاب، بس للاسف ما بيكون هذا الطفل تحت الرقابه لحتى تعرف الام شو عم يشوف ابنها. فنحن من خلال جروبات الواتساب اللي عملناها حاولنا نسلط الضوء على هذا العلم، نعلمهم بشكل منهجي. كان في عندنا تقسيم لهي الجروبات من عمر تقريبا 6 سنين ل 15 سنه، كل مرحله عمريه في مشرف بالجروب، الاطفال بيسالوا نحن بنجاوب. حطينا مثل منهج نمشي فيه انه الف باء تاء هيك نوصل لاخر شيء بعلوم الفضاء والفلك معهم كاساسيات، كواكب المجموعه الشمسيه، نظام الشمسي، الشمس، الكوكبات، كثير اشياء حكينا عنها حتى تعلموا ويرسموا. يعني احنا مثل ما تفضلت رشا وقالت انه الطفل يفكر خارج الصندوق، الهدف انه يفكر خارج الصندوق، ما بقى بدنا الطفل انه خلص يحفظ ويروح يقدم فحص ويرجع تلقين. لا، الشيء يكون بعيد عن التلقين، خليه يبدع في هذا الطفل قدرة متفجرة، لكن هاي الطاقة بحاجة لتوجيه. فنحن اللي اشتغلنا عليه انه عطينا المعلومة، والبعض من الاطفال مثلا صاروا يرسموا، يعملوا قصة، يحاولوا يوصلوا لك الافكار اللي هن تعلموها بطريقة الرسم، او احيانا مثلا يكتبوا مقالات علمية. يعني حكينا عن العلماء العرب، نحن وياهم كثير اشتغلنا بهذا المشروع. رجعنا بس خلصت فترة الكورونا الشغل على ارض الواقع، انه طيب تعالوا نحن بدنا نشوف بالتلسكوب، شو هذا التلسكوب؟ مو يلا انا بطلع التلسكوب بحمل حالي بمشي وبمشي، لا، انا التلسكوب بيتكون مثلا عندي من العدسات، عندي تلسكوبات فيها مرايا وعدسات، عندي شو هذا التلسكوب؟ كيف بيشتغل؟ طيب شو هو الضوء؟ انا ليش بستخدم التلسكوب؟ ليش ما لازم اطلع على الشمس وقت الكسوف؟ لازم احط نظاره او لازم احط فلتر للتلسكوب؟ انا كيف بدي مثل او بدي اتعلم ظاهره الخسوف والكسوف اللي عم بتصير غير ما انا احفظها انه القمر مثلا بيكون بين الارض والشمس، بيحجب ضوء الشمس عن الارض، بيصير عندي يعني هاي ظواهر. فنحن لا، عم نحط الكواكب قدام منهم، عم نعلمهم بشكل عملي بشكل تجريبي. طبعا ربط الفكرة العملية بالمعلومة النظرية بتخلي هاي الفكرة تضل موجودة، يعني ما بتخلي الطفل ينسى، دائما بسهولة بيصير يسترجع الأفكار، بسهولة بيصير بينقلها لغيره. يعني بيرجع لعند أهله، هلا من خلال النشاطات اللي عم بتصير الطفل بيرجع لعند أهله بيقولهم أنا شفت كذا، بجوز بيعلم الأهل، بيعلم الأهل. وطالما ذكرتي حضرتك النشاطات، هلا اليوم كثير مهم انه الطفل احنا بلش معه من عمر كتير صغير، بيبقى ذاكرة، يعني أكيد. بيبقى داتا للأيام فيما بعد. بداية خلينا نوجه تحية لكل الكادر المشرف ضمن الجمعية وللدكتور محمد العصيري، أكيد يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. خلينا نروح للنشاطات اليوم، أهمية قديش اليوم مهمة بالنسبة للأطفال، شو عم تقدم للأطفال؟ هذا النشاط أول شيء هو عم يفرغ طاقة الطفل. الطفل ما شاء الله كل الأطفال حاليا عندهم طاقة كتير كبيرة، ونحن بهاي الفترة هذا الجيل هو جيل التكنولوجيا، يعني ما بقى مثل زمان كتير يعتمدوا على قراءة كتاب ورقي، حطوا الكتاب يقرأوا، لا، هلأ بالموبايل بفيديو قصير بيعبر بيشرح فكرة بدقيقة واحدة، صار خلقهم ضيق على القراءة. يعني نحن بدنا نوصل المعلومة أحيانا من خلال صورة، من خلال مثلا شيء بسيط كتير بنعمله، ربط هاي الفكرة بالصورة أحيانا هي شيء كتير منيح. لما بيجي الطفل على النشاط، في أطفال كتير عندها معلومات، ومعلومات أبدا مو سهلة. يعني مثلا بيجيكي طفل عم يحكي بالثقوب السوداء، بيجيكي طفل عم يحكيكي بميكانيك الكم، يعني هدول الأطفال أنا عم أحكيكي مثلا 7-8 سنين، فهدول الاطفال عم بيشوفوا، عم يقراوا، عم يتابعوا، عم يشوفوا العلم وين وصل. نحن هلا فتره الذكاء الصنعي، بيقولوا لك مثلا ممكن هذا الانسان اللي اخترع الذكاء الصنعي وعم يشتغل عليه، يا ترى ممكن هذا الشيء بكره بالمستقبل يحل محل الانسان. فنحن عم نشتغل على تطوير فكر الطفل من خلال هاي النشاطات، انه الطفل عم يعبر عن الفكره، عم يعبر عن القصص اللي هي عم بتجول بباله من غير ما يخاف، يعبر عن رايه، طرح الفكره سواء كانت صح او خطا. فنحن بنحاول نصحح المعلومة الخطأ اللي عنده ونشتغل معه لحتى ننمي الصح، لحتى يكون هو عنده ثقة بنفسه. فهاي النشاطات حتى عم بتكون للأهل، يعني الأهل عم يتحفزوا يعرفوا شو بده يصير. أنه مثلا أنتوا عندكم نشاط، يعني مثلا هلأ نحن بعد كم يوم بيصادف عيد ميلاد الجمعية، هيكون في عنا فعالية إن شاء الله هنعلن عنا على صفحة الجمعية على الفيسبوك. فكتير عالم انه بنتمنى يشرفونا يرصدوا هاي الظاهرة، حصادف عيد ميلاد الجمعية 31/8 مع ظاهرة اسمها القمر الأزرق، بيكون القمر بدر. طيب نحن بنشرح لهم شو هذا القمر البدر، او ليش سموه القمر الأزرق، يا ترى انا لما بدي اطلع على السماء بيكون لون القمر أزرق؟ لا يا جماعة، القمر لونه مو أزرق، بس لانه بيصادف عندي بدرين بنفس الشهر فاصطلاحا سموه القمر الأزرق. فهي جاي من once in a blue moon، يعني شيء كتير
نادر الحدوث. واذا بتتذكروا السنافر بتتذكروهم للسنافر معارض انه كان شرشبيل لما عم يلحق السنافر انه اذا هو جمع السنافر بس يطلع القمر الازرق لانه ما بيصادف بيطلع يمكن غير مره وحده بحسب كاتب الفيلم فهو حيقضي على السنافر ويصير حاكم للأرض. فالفكرة أنه هو شيء نادر الحدوث. نحن بنشرح لهم طيب أنا طلعت على السماء يا جماعة ما شفت القمر أزرق. لا هو قمر عادي لون القمر الطبيعي بس لأنه بيصادف اجتماع بدرين بنفس الشهر. يعني كتير حلو تفسري الظاهرة أنه مثلا القمر البدر حيصير فيه زلازل. لا ما حيصير فيه زلازل حيصير فيه براكين. لا هاي ظواهر طبيعية كتير حلو نشرحها نفسرها لأطفالنا خليهم يكبروا على العلم على التجربة ما نخليهم يكبروا على الخرافات. يعني للأسف في كتير أشخاص لحد هلأ الوقت الحالي بيأمنوا بالخرافات وهدول القصص. لا نحن زمننا وعصرنا عصر علم كرمال نبني هاي البلد نحن بحاجة علم. ذكرنا نحن بحلقة سابقة مع الدكتور محمد حكى عن ظاهرة القمر العملاق اللي رح يكون ب 31 آب أكيد رح نشوف هاي الظاهرة. خلينا نحكي عن الفعاليات والنشاطات بالنشاطات البيئية للصغار اليوم قديش مهم وشو بيكون الهدف منها بالضبط لمشاركة هدول الأطفال فيها؟ هلا مؤخرا كان في تعاون بين الجمعية الفلكية السورية ومديرية البيئة مشكورة مديرية البيئة بمحافظة دمشق عم توجه لهي القصة. يعني صار لهم كذا سنة عم يعملوا النادي البيئي للصغار. نحن مثل ما اتفقنا عم نزرع فكرة يعني أرض طيبة خاص بيها عم نزرع هاي البذرة وعم نسقيها عم نعلمها شيء كتير منيح وعم نستنى النتيجة. نحن بوقت وقت الاحتباس الحراري الحرارة العالية يعني هلا نحن شفنا الشهر الماضي وعم نشوف كيف ارتفاعات درجات الحرارة بشكل مو معقول انه نحن عندنا الاحتباس الحراري صحيح. غازات الدفيئة ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون كله هذا عم يأثر على البيئة. يعني مثلا وحدة بتمسك الزبالة وبترميها لعن جارتها أي حدا ماشي بالطريق بكب الطريق بيقول ما وقفت علي يا جماعة لا وقفت عليك وقفت علي. إذا كل حدا فينا بلش من حاله فنحن حنقلل خطر كتير كبير. البلاستيك اللي عم ينرمى أكياس النايلون اللي هي بالبحار يعني هذا الكيس يمكن بده من مئات لملايين السنين ليتحلل كيس النايلون. فهي المواد هي البلاستيك لما بيتحلل بيرجع هو بيطلق غاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون هو اللي عم يرفع درجة حرارة الجو. نحن صحيح بحاجة لهالغاز حتى كرمال هو غازات الدفيئة الثانية لنحافظ على حرارة الأرض ما تصير الحرارة كتير منخفضة لكن ارتفاع هاي الحرارة ارتفاع هاي الغازات بالغلاف الجوي حيأذي الأرض. فنحن لما بنعلم الطفل 1 2 3 انه انت لا تكب الأرض انت حافظ على نظافة بلدك الشارع مثل بيتك لا تكب في الشجرة الموجودة برا لا تقطعها روح ازرع شجرة جربوا ازرعه. هاي ثقافة يعني هلأ ما بتجي بين يوم وليلة هاي لجيل كامل تدريب. يعني نحن هلأ عم نعلم يعني مثلا نحن تعلمنا من أهالينا واجبنا نعلم. طيب خلينا نحكي عن أهمية زيارتكم للجمعية الفلكية اليوم وقت اللي بيكون في أطفال وعم تستخدموا تلسكوب وتقنية الهولوغرام والشاشة 3D قديه اليوم عم تساهم بإيصال هاي المعلومة للأطفال؟ هلا الفكره مثلا لما بيشوف الطفل حياه رواد الفضاء او بيشوف من خلال 3D انه رائد الفضاء مثلا بالمحطه الفضاء الدولي عم يشتغل كانه هو قاعد معه عم يشوفه بشكل مجسم عم يشوفه قريب عليه. لما بيشوف شكل القمر عم يدور حول الارض بشكل قريب كثير له بشوف التفاصيل كانه هو مثلا موجود بالفضاء الخارجي من خلال الهولوغرام اللي هي بتعكس لي الصوره ثلاثيه الابعاد. طبعا يعني هو بحاجه لتقنيه ليزر بس نحن عملنا شيء بسيط على قدنا لانه التكاليف كتير كبيرة فعملنا شيء بسيط يلبي الاحتياجات وطبعا كله بأيدينا. يعني احنا ما اشترينا شيء من برا للأسف بسبب العقوبات على سوريا وبسبب القصص هاي اللي عم تصير في كتير تلسكوبات كتير معدات من برا ما وصلتنا. فنحن عم نحاول نشتغل على هدول القصص بإيدينا. يعني مثلا كرمال نعلم الطفل كيف يعمل تلسكوب نشتري عدسات او مثلا مبدا عدسة النظارة كيف بتشتغل هاي العدسة بتصفي لي بتقرب لي نفس المبدا اللي بالنظارة يعني ضمن الامكانيات المتاحة ضمن الامكانيات المتاحة الهولوغرام انه انا بدل ما اشوف هالصوره انه حط لهم صوره باوربوينت انا عم فرجيهم اياها بشكل مجسم هذا حلو. الشكل الهرمي فالطفل عم ينبسط انه انا هيك حشوفها بالفضاء الخارجي هيك هذا الكوكب بيدور لما بيشوف حجم الشمس قديش كبير بالنسبه للارض بس لما تفرجيه حجم الشمس بالنسبه لنجوم ثاني قديه حجمها صغير قديه نحن نقطه صغيره بهذا الكون هون ببلش الطفل لسه يفكر اكثر. هذا الشيء عم يحفزه دائما نحن من خلال هذا الشيء عم نشجع مثل ما حكينا نحن عم نزرع البذره عم نستنى
نستنى النتيجة. خلينا نحكي نضوي على بعض النتائج اللي حصدتها الجمعية الفلكية للصغار. أكيد يمكن كان في بعض النتائج الواضحة واللامعة عند الأطفال، خلينا نحكي هيك نضوي على هدول، كيف كانت النتيجة، كيف كانت ردود أفعالهم؟ هلا الاطفال يعني في جزء من الاطفال كثير كبير اللي كانوا معنا مثلا بجروبات التعليم اونلاين فلكي الصغير او اللي كانوا قبل بالجمعيه، منهم هلا في منهم سافروا عم يختص فلك برا البلد. للاسف نحن بنتمنى يكون هذا الاختصاص موجود بجامعات، كانوا ضمن الجمعيه، كانوا ضمن الجمعيه. يعني انت كثير حلو تمر تشوفي طفل صغير هلا صار شاب يركض ويقول لك انتي انت علمتيني، انت عملتي هيك، انا كثير استفدت من الجمعيه. فانت لما مثلا من كم يوم كان في تخرج لشباب بكليه الهمك، يعني هنا وصلوا سنة خامسة، ما عرفنا كيف مضي الوقت، كيف خلصت مرت الأيام. يعني هنا إجوا صف سابع ثامن، يعني في منهم كانوا كتير صغار، في أولاد إجوا صف رابع ثالث. فإنه أنت كتير حلو، كأنه ابنك اللي عم يكبر، أنت عم تشوفي ثمرة جهدك، عم تتطور قدامك. يعني أنت هذا الشخص مثلا كان طالب هلا مهندس، لا مثلا في كذا حدا منهم تخرج اليوم من كليه الصيدلي، بقى اول امبارح بالهمك، الايام الجايه في كثير شباب حيتخرجوا، في كثير اطفال حيكبروا. هن بالنهايه نحن رساله، نحن مثل ما نقول انه نحن عم نترك هذا الاثر، ما جينا على الارض لنمرق بلا اي شيء، نحن عم نترك هاي الرساله، عم نعلمها لهذا الجيل اللي هو حيكمل. صحيح، هاي الرسالة اليوم بحاجة لكادر مؤهل يكون ضمن الجمعية، يكون مشرف على هدول الأطفال. طالما نحن عم نحكي عن رسالة ممكن تمتد للمستقبل ويحمله ويصير مهندس، يعني برجع لك ميس أنا استفدت منك كثير بطفولتي مثلا. خلينا نحكي عن الكادر الموجود ضمن الجمعية، الكادر المؤهل، يعني شو اليوم أهم، خلينا نقول المفروض شيء يمتاز فيه كرمال يقدر يوصل المعلومة صح للطفل؟ أول شيء بالكادر، أي كادر من الشباب اللي عم يجوا كمتطوعين، نحن بنشتغل معهم على أساس أهم شيء بنعلمهم إياه ثقة بالنفس، إنه أنا لما بدي أوقف أحكي انا بدي اكون واثق بنفسي، واثق بالمعلومه. كيف هاي الثقه بتجي؟ من بناء المعلومه. لما بتكون المعلومه انا بدي اعطيها قويه ومتمكن منها، فانا بكون عم اعطي بشيء كثير منيح. بعدين بيجينا دور ايصال المعلومه، ايصال المعلومه بده طريقه، بده اسلوب. يعني في كثير عالم بتعطيكي معلومات كثير بس اخر شيء بتقولي انا ما فهمت منها شيء، ليش؟ عشوائية. فانا بدي طريقه. فهذا الكادر عم نشتغل نحن معه على اول شيء مثلا بنبلش قراءة. بعدين في عنا سلسلة محاضرات، مثلا هدول الشباب اللي بدهم يشتغلوا مع الأطفال أو حتى مع الكبار، مع أي ضيف بيجينا على الجمعية وعلى المرصد الفلكي السوري، لازم يكون مثلا على الأقل قدم كذا محاضرة، عمل كذا محاضرة، في معلومات، في عنا دورات نحن عم نعملها، دورات الرصد الفلكي لحتى يتعلم الكادر الرصد على التلسكوب، لحتى يتعلم أساسيات علم الفلك. يعني أنا ما بيجي بحط حدا، ما في عنا بجمعية إنه نحط أي حدا قدام الناس يعطي من غير ما يكون مؤهل، من غير ما يكون مثلا عمل دورة أساسية، من غير ما يكون مدرب على التلسكوب، يعرف شو بده يحكي، يعرف الطريقة وعنده قدرة على إيصال المعلومة بطريقة بسيطة وسلسة، سواء كان فرضا دكتور جامعة مختص في هاي القصة أو كان شخص عادي. وانتو قد اليوم وقد هاي الرسالة اللي تقدروا توصلوها للأطفال بالمكان الصح. شكرا لحضورك اليوم وتحياتنا أكيد من خلالك لكل أعضاء جمعية الفلكي الصغير. صار عنا هيك فضول نحن نتعرف عليها. أما تشريفكم الدعوة للجميع إن شاء الله يوم الخميس وبنخبركم بالتفاصيل.